معكم سامي باي، كنتمنى كل شيء يكون مزيان نتوما ولا فامي وصحابكم وحبابكم. كما كتعرفوا دابا حنا في اخر عام 2020، عام اللي داز صعيب وصعيب بزاف، سيرتو بالفيروس كوفيد 19 اللي اثر علينا بزاف اجتماعيا واثر علينا معنويا. و فوالا هذا العام هذا داز، دابا العام الجديد، العام الجديد نتمنى يا ربي عاوتاني ما يدوش علينا بحال العام اللي داز. نتمنى ان شاء الله هذا العام هذا الجديد 2021 يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ليكم والعائله تاعكم. وشوف ما يمكنش يكون كفس من 2020 دونك ان شاء الله عام 2021 غادي يكون مزيان ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى لكم يكون مزيان ليكم العائله تاعكم. معكم سامي باي، خليتكم على خير، سلامه. كوم هذه تحيه مع الرضوان العديد القرمه جيده فبراير، نتمنى لكم سنه سعيده بالصحه والسلامه. بالنسبه للسؤال ديال 2020، 2020 كانوا فيها حوايج زوينين وكانوا فيها حوايج خايبين. فقط نبداو بحوايج زوينين. حوايج زوينين كانت واحد اللحظه كانوا المغاربه كاملين كاع الحومات انهم تم اصلاح ديال الشوارع، تنظيف الشوارع، الصباغه، تزيين الشوارع. فكانت هاد الحديقه هذه اللي كنشوفوا فيها يعني كانت حالتها حاله، اليوم كنشوفوا كي ولات هذا نموذج ديال الناس اللي كتخدم وكتعطي واحد الشعار ديال التنميه وديال التوحد. هذه حدائق الياسمين ان شاء الله راه كاين لاباج ديالها في الفيسبوك حدائق الياسمين. وبالنسبه للاعمال الفنيه كانت فيديو كليب ديال دق دق اللي لقى استحسان ديال الجمهور توا، كان تسجل في الوقيته ديال الجائحه. والاغنيه الثانيه اللي كانت هي عباره عن فيديو كليب ديال يد بنت الزينه تلقات استحسان. وكانوا شي حوايج زوينين يعني كان لقاء مع الوليدات، تقرب من العائله. وبالنسبه ل 2021 يعني املنا احنا ماشي في 21، الامل ديالنا في الله سبحانه وتعالى، الله يحيد علينا الجائحه. وكنتمنوا المغاربه كاملين يكونوا ناشطين، واللي توفى لي شي حد ديالنا كان في الوفيات بزاف 2020 الله يرحمه، الله يوسع عليه الرحمات. وهذا المنبر هذا تنقول يا ربي ان شاء الله 2021 تكون زاهيه والمغاربه والمسلمين كامل يكونوا احلى كلين ان شاء الله. الله يحيد علينا الوباء. وتحيه كبيره مع اخوكم رضوان عبيده الطرمه. السلام عليكم لمتابعي فبراير، سنه سعيده بالصحه والسلامه والخير. وسولتوني على كلمه في حق 2020، كنقول لها سيري غبري ما نشوفكش، كنقول لها الله ياخذ فيك الحق، كنقول 2020 خرجي خلاص ما بقيناش باغينك، نقول لها الله لا يردك، ونقول لها ما محسوباش في العمر، ولكن اجمل حاجه فيها كانت بنتي ليليا. تحياتي. السلام عليكم، معكم ربح ماري واري. بغينا نهضروا على هذه السنه ديال 2020، دازت علينا شويه صعيبه من خلال هذا الوباء ديال كورونا، والحمد لله غادي كلشي يرجع لبلاصتو وغادي ترجع ان شاء الله المياه لمجاريها. ونتمنى ان شاء الله هذه السنه ديال 2021 تدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنينا وتمنوا المغاربه. ونتمنى ان شاء الله نتلاقى مع الجمهور ديالنا سواء في المغرب ولا في الخارج، توحشناهم وتوحشنا هم بزاف. ونقول لكم مرة أخرى سنة سعيدة تدخل عليكم الصحة والسلامة. السلام عليكم، معكم عبد الله رشيد، رشيد عبد الله، عبد الله رشيد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وعارف عارف 2020 دازت قاسها قاسها علينا كاملين، على العالم كامل، وفرقنا فيها بزاف الناس ومرضوا لينا بزاف الناس. وكنتمنى من الله يشافي الجميع ويرحم الأموات يا ربي. بزاف الناس تضروا في الاعمال ديالهم، في التجاره ديالهم، ودازت صعيبه بزاف 2020. دابا حنا الابواب 2021، يا ربي تدوز لنا بالخير وتكون حسن، وربي يعوضنا خير كاملين، ونعيشوا في حب في سلام، في تصالح مع الذات، في تصالح مع بعضياتنا، وفي سلم، وبلادنا تكون مزيانه يا ربي. ومن حسن الاحسن ونمشيو لقدام كاملين ان شاء الله. وكنتمنى لكم سنه سعيده. الى رشيد.